فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها قادمة من مصر للحج ولم تحرم من الميقات، من ميقات أهل مصر، بل نزلت في الطائف، فهل لها أن تحرم الآن من السيل الكبير؟ وهل عليها دم لتجاوز؟ ترجع إلى الميقات، ترجع إلى الميقات الذي تركته وتحرم منه. أما إن كانت أحرمت بعد ما تعدت الميقات فإن إحرامها صحيح، لكن تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات يكون عليها فدية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.